نتوما البنات لي ماسك ديال الوجه كانوا 1.50 رجعوهم غير 50 سنتيم. شوفوا لي البنات اللي بغات لي ماسك راه داروا ليهم غير 50 سنتيم هنايا في بريما. زوينين هاد لي صندال هادو، كنت بارطاجيتو معكم هنايا في بريما، كان غير لون واحد. ها هما جابوا كاع اللوينات، جابوا لكم في الغوج والغوز والفيغ. عرفتوا البنات زوينين، وشوفوا لي الثمن ديالهم غير 11 اورو. شوفوا الكسيوات هادو ديال لي في كانوا ب 14 اورو، رجعوهم ب 7 اورو. كيجيو على هاد الشكل وكيجيو طوال حتى لتحت، عرفتوا البنات كيحمقوا. هادو لي زوينين هنايا في البخيمه، كعرفتو البنات كيطيرو خفاف بحال ما لابسه حتى شي حاجه. ها هما جابو ليكم فيهم حتى هما اللوينات، كاين فيهم الباج، فيهم البلو، فيهم الغوز، وفيهم البلون. البلون ما عمرني ما لقيتو البنات، اول مره غادي نلقاه هنايا، ولكن زوينين، حاطين كميه كبيره خلاص. شوفوا لي الكسيوات هادو كانوا 12 اورو، رجعوهم 5 اورو البنات، ولاو غير 5 اورو. هانتوما شوفوا لي الشكل ديالهم، وكيجيو بالقبيب، عرفتو زوينين صراحه. السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد. مور البنات اليوم جاتكم البريماك، غادي ان شاء الله نضربوا دوره ونشوفوا شنو كاين في الجديد، ولكن خصكم اسماء صدقاتكم وضربوا الدوره. لقيت بزاف ديال الهميزات اللي واعرين. هذا البريماك اللي جيت اليوم ديال السونت كوميرسيال ديال كريتي سوري البنات، راه كبير، فيه 3 ايطاج ما شاء الله. عرفتوا هاد بريماك هذا؟ والله القسم البنات خاصكم نهار كامل باش تكملوا، يا ترى تكملوا. عندكم فيه يعني لو شوا، كاين ديال الوليدات، كاين طاج غير ديال الوليدات الصغار، وكاين طاج ديال الرجال، والتحت كامل ديال النساء ديال لي فام. انا بديت لكم اختي بهادشي ديال النساء، حاطين هاد لي شوميز هادو اول مره غنلقاهم هنايا في البريماك البنات ديال النمر، وطوال عجبوني البنات الشكل ديالهم، الثوب ديالهم غزال وما كيبين ما حتى شي حاجه. 12 اورو البنات، دايرين ليهم 12. شوفوا لي الموديل ديالهم كيفاش كيجي، كيجي غزال وطويله البنات، كتجي طويله 12 اورو. عرفتوا عجبتني، ولقيت بزاف الهميزات اللي غادي يعجبكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. الاخوات ما تنساوش ليا واحد اللايك. بزاف المتابعات ديالي قالوا لي اسماء وليد قولها لنا في الاول ديال لا فيديو، راه حنا كنساوها. بون نتمنى ديروا لي واحد لايك حتى تكملي الفيديو اختي، ولا عجبك ديري لي واحد جام فضلا وليس امرا. ممكن هاد لي غوب هادو، هاد الكسيوات 17 اورو. بالنسبه للبنات كنقول لكم جام على حساب البصمه، يعني باش الفيديو يطلع الناس اخرين ويشاهدوه كما كتشاهدوا نتوما، فهمتوا الاخوات؟ هادشي علاش. مرحبا بالناس اللي عندهم القناه جداد، والناس قدام راداركم هادي، شكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. مور البنات هاد الكسيوات هادو كيجيو طوال غزاله، ولكن كتبين انت اختي هادي راه كتبين، شفتوا اختكم اسماء معكم صريحه. 17 اورو لقيت غير في هاد لاكولوغ هادي في البلون، وهاد القميجه راه البنات عجبتني صراحه واعره. كاين حتى هاد الموديل هذا في الغوز، هادي كنت ديجا بارطاجيت معكم ب 16 اورو، هادي دايره 16. مور البنات لقيت لي سارفيات واعرين زوينين، عرفتوا اختكم اسماء ملي كتجي ما كدورش هنايا من الجهه ديال الفوطات ديال البحر، زوينين البنات. شوفوا لي هذا الموديل هذا عجبني، وغادي نوريكم واحد الموديل كبير غادي تشوفوه معايا، غادي يعجبكم بزاف. انت اختي الا بغيتي فيطه ديال البحر، فيطه اختي ديال البحر كبيره 9 اورو البنات. هذا الموديل عجبني، شو الشكل ديالو، هذه 9 اورو، هذه اخواتي 9، وكاينه هذا الموديل هذا حتى هو 9 اورو نافو. شتو هاد اللوين هذا بلا ما نحلو لكم، راه تقريبا بحال هادو، ماشي كبار بزاف، انا غنوريكم الكبار فيهم ما عرفت دايرين شي 12 اورو، انا غنوريهم لكم البنات. كاين عاوتاني هذا الموديل، انا نوريكم الموديلات اللي كاينين، وكاين اختي هذا الموديل الصراحه الفيطات عندهم زوينين ديال البحر، شتو البنات. وكاين اختي هادو 12 اورو، انتم البنات هادو دايرين ليهم 12، هادو تما زوينين، ولكن هادو كبار. غنقول لكم البنات نوريكم الشكل ديالهم، هانتي اختي فيطه كبيره ديال البحر على مزينات اختي. هانتي شوف شوفوا البنات شحال كبار، شوفوا العرض ديالهم شحال فيهم. انا ما دايرينش ليكم ها هما، شتو هما راه دايرين لهم لي ديمو، لي ديمونسيون ديالهم فيهم ميترو على ميترو 80، كبيره يا البنات 12 اورو، هذه 12 الا بغيتي فيطه ديال البحر، فيطه 12 اورو اختي. كاين هذا اللوين هذا، وكاين اختي هذا اللوين هذا، وكاين هذاك الموطارد، وكاين الغوز هاو شتو، وكاين عاوتاني هذا الغوز هذا. بحكم يعني بارطاجيت معكم الفيطات، ها انتم شوفوا لي البنات لي صندال 1 اورو، هادو ديال البحر، هادو غير اورو البنات، هاد الموديل هذا 1 اورو، راه كيكونوا فيه اللوينات، هادو 1 اورو 30، شتو كيكونوا خفاف وزوينين كياخذهم البنات هادو، هادو 1 اورو 30 البنات، اورو 30، هادو كلهم اورو 30، وهادوك اللي وريتكم الاولين 1 اورو. بون البنات لقيت هاد لي بونطالون هادو أول مرة، بصراحة أول مرة غنلقاهم هنا في بريماك، كنت لقيت واحد الموديل آخر ب 18 أورو كنت بارطاجيته معكم، ولكن هذا أول مرة، عرفتو عجبوني البنات. هادو البنات مع هادي كتهضر بغيت غير تسكت ونرجع معاكم. هاد لي بونطالون هادو التوب ديالهم رطيط طبعا الأخوات، وفيهم الجيوبة هكا في جنيبات 12 اورو، ديري ليهم 12 هانتوما البنات، ديري ليهم 12، كاين هاد اللون وكاين هاد البلون كاسي هذا، بون بحال الباج.
وكاين حتى هذا الموديل هذا 11 اورو. هذه كتجي عريضه البنات، هذا كيجي عريض. هذه رجعتها هذه كيجي الشكل ديالو زوين وكيجي غزال في البيزا. كاين واحد الموديل اخر انا نوريه لكم من الجهه الاخرى. وكاين هذا البنات 14 اورو، هذا باغ كونط كيبين شويه، هذا تقريبا تلبسيه اختي غير في البحر 14 اورو، ولكن كيجي عريض زوين. كاين هذه الكسيوه هذه درك كنت بارطاجيتها معكم ب 14 اورو، كتحزم من الفوق على حسب البحر. هادشي البنات كتحزموها من الفوق زوينه، ونوريكم الشكل ديالها. انا مخبله هنا يمكن ماشي هذه هي البلاصه ديالها، شي حد حاطه. هذه كتكون طويله حتى لتحت وكتحزم من الفوق ديال البحر 14 اورو البنات. ها انتم البنات كتجي بحال هذه، هذه شفتوا كتجي بحال هذا الشكل، كتربط من التحت من الفوق كتربط البنات من الفوق، كتجي طويله. هذه 25، هذه الشكل ديالها زوين صراحه. الاخرى كتبين شويه. وكاين هذا السريويل هذا ب 16 اورو، شوفوا البنات عريض التوب ديالو عريض وزوين، عجبني هذا الموديل. البنات كاين هاد لي كلاكيت هادو، هاد الموديل هذا كنت بارطاجيتو معكم، كنت شاركت معكم في واحد اللوين ما عقلتش البنات. مو دابا جابوا فيهم كاع اللوينات، هانتوما جابوا فيهم الخضر لي كلاكيت 11 اورو، ديري ليهم 11. كاين في الخضر البنات، وكاين في الغوج بحال الاورانج، وكاين هاد الغوز هذا، يعني جابوا فيهم ثلاثه اللوينات. وكاينين هادو زوينين، هادو عرفت البنات راه كيجيبوهم كيطيروا. شوفوا ديجا هنا هاد البلايص خواه، بقاو غير هاد البلايص اللي عامرين كلشي خوا. هادو زوينين البنات، كيجيو خفاف يعني في اللبيسه بحال ما لابسه حتى شي حاجه. الثمن ديالهم البنات 8 اورو 8 اورو. كاين في هاد الغوز شويشيه، وكاين في البلو، وكاين في البيج والبلون. على ما اظن البلون اول مره غادي نلقاها البنات، هاد البلون هما اللوينات كاملين. وكاين هاد اللوين هذا، شو هاد اللوين هذا حتى هو زوين ديال الصيف. كاين هادو، وكاين عاوتاني هاد الموديل هذا حتى هو كيطير هنايا البنات، عرفتوا خفيفه خفيفه بحال ما لابسه والو، حتى هما 8 اورو البنات 8 اورو هاد الموديل هذا. كاين لي صابو، شوفوا البنات هاد البينوارات هادو داير ليهم 26 اورو. كنت شاركتو معكم هنايا في البخيماك، ولكن كانوا حطوا واحد الكميه قليله وكانوا طاروا ما كانوش بقاو. عرفتوا التوب ديالهم البنات، عرفتوا ما تصوروش التوب ديالهم كي داير. التوب ديالهم صيفي وزوين، والتوب ديالهم طيح. البنات راه كنبارطاجي معكم الحاجه اللي زوينه وكتعجبني، الحاجه اللي زوينه اللي يعني نقدر نشاركها معكم وغتعجبكم. حيت البخيماك راه كبير ما شاء الله، يعني ما نقدرش نشارك معكم كلشي. كاين شي حوايج ما تعجبونيش صراحه، الله ما اصلا ما ماشي ديال زعما نشاركهم معكم وتاخذوهم، ما كاين اللي غادي نعمر بهم غير الفيديو غير هكا، فهمتوا الاخوات؟ كنبغي نعطيكم شي حاجه اللي غتعجبكم. هذا البينوار هذا 26 اورو ما دايرينش فيه الصول، كاين شي حاجه اللي فيها الصول البنات، وكاين شي حاجه اللي ما فيهاش الصول. انا وريتكم يعني داك الشيء الجديد ديال بريماك. بالنسبه اللي بغات تاخذ سوتيانغو، لي سوتيانغوج البنات باردون، زوينين هنايا ثلاثه هادو. كنلقى بزاف الناس دابا هازينهم ثلاثة. شوفوا لي الثمن ديالهم، اصلا الثمن ديالهم ما غاليش البنات 12 اورو ثلاثة، ولكن غادي نقصوا فيهم. العام اللي فات كانوا داروا لي غير 5 اورو، ماشي العام اللي فات، في ديسمبر في لي سولد ديال ديسمبر البنات كانوا داروا لهم غير 5 اورو ثلاثة، كنت خديت منهم انايا ثلاثة ب 5 اورو. والله زعما صراحة زوينين، لاكاليتي ديالهم ماشي نقول لكم توب دو توب، انا نقول لكم الصراحة كاليتي ديالهم مويان كاليتي وصافي، يعني بوغ ديباني يعني باش تعدي وصافي، فهمتوا البنات؟ ايوا اللي بغات اختي تبوكس هاتي هاتي، اللي بغيتي تبوكس يا اختي شوفي ليا 10 اورو 10 اورو زوينين. هادو كيجيو لونسومبل على هاد الشكل هذا، هادو 10 اورو البنات. الملابس الداخليه عندهم زوينين هنايا في بريماك اختي، هادشي اللي بغات تبوكس البنات. لقيت هاد القريعات هادو اللي غادا فواياج هكا ولا غادا في الباطو وبغات تعمرهم هكا غير اللي جيل دوش وبالشامبو بلا ما تهز مع القراعي كبار، انا خديت منهم صراحه زوينين. كتعمريهم اختي وكتهناي، ولا بصراحه انا كندير فيهم حتى الزيوت الطبيعيه، كنصايبهم في الدار وكندير فيهم اختي الزيوت الطبيعيه. انو 50 هذه كامله، انو 50 البنات اورو 50، راه فيها شحال من قرعه، وفيها هذه اللي كتسول هذا الشكل هذا. كاين هاد لي بيجاما هادو دايرينهم هنايا على حسب لي فام اونسانت، ها انتم ديال النساء الحوامل، يعني فيهم هذه على حسب الكرش. شو الشكل ديالهم؟ هادو 14 اورو، هذا السروال 14 اورو فوقاني لوؤو، الثمن ديالو 12 اورو البنات، ها هو 12. وكاين حتى هاد السويميش دو نوي حتى هو 14 اورو، اخوات ديري ليه 14 اورو هاد الموديل هذا، شو الشكل ديالو غزال. هنايا طلعت الفوق البنات بروميير ايطاج، كاين الملابس ديال لي زونفون، شوفوا لي الكسيوه هذه عجباتني البنات، دير ليها 13 اورو ديال لي في ديال البنيات. ان شاء الله نبارطاجي معكم دور دوره ونشوف شنو كاين في الجديد ونشاركوا معكم. شوفوا البنات شنو لقيت هاد لي شورت هادو فيهم ثلاثه ثلاثه اورو ودويت. جبتكم البلاصه ديال لي بيبي اللي لقيتها.
قدامي غادي نبارطاجي معكم. الناس طلعت لي بروميير ايطاج اللي لقيتها غادي نشاركها معكم. دونك هادو لي روب داروا لهم 5 اورو اوليو دو 12 كانوا 12 اورو رجعوهم 5 اورو. الناس كيبان لي هنا فيهم واحد القبيل الشكل ديالهم بحال الفوطه زوينين صراحه ولكن من الداخل باردين. لقيت هادو زوينين باش كياكلوا الوليدات وفيهم هاد الكويس. هذا الثمن ديالهم الاخوات 5 اورو كان الثمن ديالهم 10 اورو رجعوهم ب 5 اورو. هادشي بزاف الحوايج كينقصوا فيهم. شوفوا لي لي ماسك داير ليهم 50 سنتيم هانتوما ما عادش شي حد حاطهم هنايا. لي ماسك البنات اوليو دو انو 50 رجعوهم 50 سنتيم هانتوما. لي ماسك ديال لو فيزاج غير 50 سنتيم البنات واعرين صراحه. لقيتهم محطوطين كوم باغازاغ. وهنا لقيت هاد لي روب هادو كسيوات كيجيو هكا سميطات ديال لي في الثمن ديالهم كان 14 اورو البنات رجعوهم ب 7 اورو. شوفوا لي الشكل ديالهم ولكن كيجيو طوال هادو كيجيو حتى لتحت البنات. شوف رجعوهم ب 7 اورو هنايا راه بزاف اللي ناقصين فيهم. هنايا هادو المايوات ديري ليهم 3 اورو. شتو الاخوات كاين هاد الكسيوات هادو ما عرفتش ناقصينش فيهم. هادو زوينين صراحه. فوالا نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. خاصني شي حاجه البنات بري مارك قلت غادي نضرب دوره ونشارك معكم هاد لا فيديو هذا. خليت لكم راحه الله مع فيديو جديد والسلام عليكم. ما تنساوش لي اختي واحد اللايك لا فيديو. الله يحفظك اختي ما تخرجيش دابا تدير لنا واحد جيم. يلا البنات السلام عليكم.